السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص الفرد الثاني من مادة الرياضيات مستوى الخامس ابتدائي، دائما في إطار فروض المرحلة الثانية الدورة الأولى الموسم الدراسي 2021-2022. إذن عندي ثلاثة ديال الأنشطة أو ثلاثة ديال المجالات الرئيسية غادي نحاول نركز عليهم: أنشطة العد والحساب، أنشطة القياس، وكذلك أنشطة الهندسة. وكاين مجال آخر وهو المجال الرئيسي الرابع اللي هو مجال معالجة البيانات، وهذا باقي ما دخلناش الدروس ديالو. إذا نبدأ على بركة الله. المجال الرئيسي الأول أنشطة العد والحساب عليه 22 نقطة. بالنسبة لهذا الفرض هذا أن كنقطعو على 40 ومن بعد كنقسم على 4 باش نحط النقطة على 10. إذا السؤال الأول: أضع وأنجز ما يلي 6 ديال النقط، كل عملية عليها نقطتين، إذا عملية الجمع، عملية الضرب، عملية الجمع كذلك. إذا ضع وأنجز السؤال. ضع وأنجز: أولا يجب أن أضع العملية بشكل صحيح ثم سأنجزه، يعني 214,900 أو 890 زائد إذا 0 9 8 وهنا 8 4 2. حاولوا ننجزوا هذه العملية. 0 زائد 0 0، 9 زائد 9 18، اكتبوا 8 احتفظوا بواحد، 1 زائد 8 9 زائد 8 17، اكتبوا 7 احتفظوا بواحد، 1 زائد 4 5، 5 زائد 8 13، اكتبوا 3 احتفظوا بواحد، 1 زائد 1 2 زائد 4 6، و2 زائد 2 يساوي 4. الإجابة هي هذه: 463,780. دوزوا لعملية الضرب. 480 مضروبة في 13، 3 في 0 0، 3 في 8 24، اكتبوا 4 احتفظوا ب2، 3 في 4 12 زائد 2 14، أضعوا نقطة، 1 في 0 0، 1 في 8 8، 1 في 4 4، نديروا عملية الجمع. 0 زائد 0 0، 4 زائد 0 4، 8 زائد 4 أو 4 زائد 8، إذن 8 يساوي 12. اكتبوا 2 احتفظوا بواحد، 1 زائد 1 2 زائد 4 6، والجواب هنا 6204. دوزوا العملية الثالثة وهي كذلك عملية الجمع. إذن 9325، إذن دائما خصكم تركزوا على الوضع، زائد ماذا؟ إذن هنا عندي عدد صحيح كذلك مكون من 3 أرقام فقط، يعني من وحدات وعشرات ومئات. إذن هل وحدات؟ هل عشرات؟ هل مئات؟ قد كنجمع 5 زائد 2 يساوي 7، 2 زائد 1 3، 3 زائد 7 10، اكتبوا 0 احتفظوا بواحد، 1 زائد 9 يساوي 10. إذا الجواب هو 10,037، 10,037. ندوزو الآن للسؤال رقم 2، انتبهوا معي. السؤال رقم 2 هو عبارة عن مسألة ولكن دخل فيها الدرس ديال المضاعفات والقواسم. إذن عمر أبي بين 41 و55 سنة، يعني العمر ديال با العمر ديالو ما بين 41 و55 سنة، يقبل في هذه السنة القسمة على 4. إذن في هذه السنة هذه، يعني في السنة دي اليوم زعما السنة مثلا 2022، العمر ديال با شحال؟ محصور ما بين 41 و55، ويقبل القسمة على 4، يعني يقبل القسمة على 4، صافي؟ يعني داك العمر ديال أبي هو مضاعف للعدد 4، ومنذ سنتين كان عمره قابلا للقسمة على 3، وقبل بعامين من دابا كان العمر ديال أبي يقبل القسمة على 3، يعني مضاعف لـ3. السؤال: فما هو عمر أبي؟ إذا أول شيء خصني نديرو هو نكتب هاد السلسلة من 41، هاهي 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 50 52 52 53 54 55. إذن هذا هو الانترفال. باردون، إذن السؤال فيه من 41 ل 55. دابا غادي نشوفوا اولا المضاعفات ديال عدد 4. دابا غنبحثوا على العمر ديال ابي هذه السنه، بما انه يقبل القسمه على 4 يعني خصو يكون مضاعف ل 4، وبالتالي خصنا نقلبوا على مضاعفات 4 انطلاقا من هذه السيري هذه. اذا 4 حنا كنعرفوا المضاعفات ديالها: 4 في 10 40، لا 4 ما كايناش هنا، 4 في 11 44. اذا هذا مضاعف ل 4 ويقبل القسمه على 4، 48 كذلك، كذلك 52
هذوما مضاعفات، إذا 44 48 52، ثم كتجي من موراها 56. 56 ما كايناش هنا. إذا العمر ديال أبي غادي يكون إما 44 إما 48 إما 52، ولكن شنو اللي غادي يحدد لي العمر بالضبط؟ هذه الجملة هذه، ومنذ سنتين كان عمره قابلا للقسمة على 3، يعني قبل من عامين كان العمر ديالو كيتقبل القسمة على ماذا؟ كيقبل القسمة على 3. مزيان، أرى نرجعوا بعامين في كل عمر. إذا لا رجعنا بعامين هنا في 44 غنحصلوا على 42، ها هي هنا 48 لا رجعنا بعامين هي 46، وهنا 52 لا رجعنا بعامين هي 50. مزيان، أرى نشوفوا دابا واش هاد 42 و46 و50 كتقبل القسمة على 3. اللي كتقبل القسمة فيهم على 3 هي العمر ديال أبي قبل سنتين، وغنزيد عليها جوج هي العمر ديال أبي هذه السنة. صافي، هنا 42 واش كتقبل القسمة على 3؟ إذن حنا كنعرفوا الطريقة ديال باش نعرفوا واش قابلة للقسمة على 3، كنجمعوا هاد العدد الرقمين 4 زائد 2، 4 زائد 2 يساوي ماذا؟ يساوي 6، و6 هو مضاعف ل3. لماذا؟ لأن 3 في 2 يساوي 6، هذه صحيحة. أنا نشوفوا 46، 6 زائد 4 يساوي 10، 10 ما كتقبلش القسمة على 3 لأنه ما كاينش شي عدد غنضربو في 3 ويعطيني 10، إذا هاد 46 ماشي قابلة للقسمة على 3. ندوزو ل 50، 50 5 زائد 0 5، 5 لا تقبل القسمة على 3، وبالتالي 50 لا يقبل القسمة على 3. فين هو اللي كيقبل القسمة على 3؟ هو 42. فين هو العمر ديال أبي؟ 44. إذا بما أن عمر أبي منذ سنتين يقبل القسمة على 3، فإن إذا بما أنه هنا 42 تقبل القسمة على 3، فإن عمر أبي هو 44 سنة. العمر ديال أبي شحال؟ 44 سنة. دوزو السؤال 3، أضع الأرقام المناسبة داخل النقط في الأعداد التالية لتكون قابلة للقسمة على 4. إذا في كل نقطة غادي نوضع واحد الرقم باش يكون قابل للقسمة على 4. صافي، باش تقبل القسمة على 4. حنا كنعرفوا بأنه باش نحددوا قابلية القسمة على 4، مثلا العدد هذا 7 4 2 5، هاد العدد هذا باش نعرفوا واش قابل للقسمة على 4 ولا لا، شنو كنمشي؟ كنمشي للرقمين الأخيرين يعني الوحدات والعشرات، وكنقول هاد 25 واش كتكتب على شكل 4 في شي عدد؟ 4 في كم يساوي 25؟ ما كايناش، وبالتالي 25 لا تقبل القسمة على 4. إذا هاد العدد هذا كامل 7425 لا يقبل القسمة على 4، وبالتالي هنايا فهاد جوج اعداد هادوما في جميع الحالات خصني نحصل على عدد يمكن لي نضرب 4 في شي عدد ونحصل عليه. صافي، هنا 7900 وشي حاجه، اذا مثلا ممكن نديرو 2 7920، اذا هنا 20 تقبل القسمه على 4. علاش؟ لانه 4 في 5 يساوي 20، وبالتالي إذا كانت 20 تقبل القسمه على 4 فان 7920 تقبل القسمه على 4. 6002 وشي حاجه، اذا هنا ممكن نديرو 12، نديرو 1. علاش؟ لأنه 12 هنايا 12 كتقبل القسمة على 4. 4 في كم يساوي 12؟ 4 في 3. إذا هنايا هذه قابلة للقسمة على 4. ندوزو لهنا، هنا شي عدد غنضربو في ربعه ويعطيني 8 وشي حاجة، ممكن ندير 4 هنا وتولي لي 648. كيفاش نحصل عليها؟ بضرب 4 في كم؟ غنضرب 4 في 12. صافي، إذا ها هي. دوزو لهنا 5800 وشي حاجة وعشرين، نديرو 24، 24 هي 6 في 4، وبالتالي هاد العدد هذا يقبل القسمة على 4. ندوزو السؤال الموالي، هو عبارة عن مسألة، إذا مسألة بسيطة جدا. وزع معلم بالتساوي 859 ورقة بيضاء على 34 تلميذا. واحد الأستاذ وزع بالتساوي، وزع أوراق بيضاء على 34 تلميذ عنده في القسم. سؤال أول، أوجد عدد الأوراق التي أعطاها المعلم لكل تلميذ. إذن خصنا نشوفو عدد الأوراق اللي خداها كل تلميذ، عدد الأوراق بيضاء. من طبيعة الحال غادي نديرو عملية القسمة. غنقسمو 859 اللي هو عدد الأوراق البيضاء التي يريد الأستاذ توزيعها على 34 اللي هو عدد التلاميذ. إذن عدد الأوراق التي أعطاها المعلم لكل تلميذ هي، نديرو عملية القسمة، 859 قسمة على ماذا؟
قسمة على 34، ونشوفوها شحال كتساوي. نزلو عملية القسمة عموديا، إذن ها هي 859، نقسموها على 34. إذن هنايا كيفاش غنجز هذه العملية؟ بكل بساطة، هي عملية سهلة. إذن 34 عندي في المقسوم عليه رقمين، إذن غناخد رقمين. شحال كاين من 34 في 85؟ كاينة 2. 2 في 4 8، 2 في 3 6، ونجز عملية الفرق. 5 ناقص 8 لا يمكن أضيف 10 وأنزل 1. 15 ناقص 8 يساوي 7. 8 ناقص 7 1. كننزل 9. 179 شحال فيها من 34؟ فيها 5. إذا 5 في 4 يساوي 20، اكتبوا الصفر واحتفظوا به. 2. 5 في 3 15 زائد 2 17. 9 ناقص 0 9. 7 ناقص 7 0. 1 ناقص 1 0. بقات لي في الباقي 9. وبالتالي الأوراق التي وزعها المعلم على التلاميذ، كل تلميذ خدا شحال؟ خدا 25 ورقة. 25، 25 ورقة بيضاء، صافي بيضاء، 25 ورقة بيضاء. غندوزو السؤال باء، ما عدد الأوراق التي لم يوزعها؟ شحال ديال الأوراق اللي ما وزعهاش؟ إذا بطبيعة الحال الأوراق اللي ما وزعهاش هي الأوراق المتبقية، هاي هي 9. إذا الأوراق التي لم يوزعها هي 9 أوراق بيضاء، صافي هي المتبقية. 9 ديال الأوراق البيضاء هما اللي ما توزعوش. تور لا باج، ندوزو الأسئلة الموالية. نبداو بسؤال 4. 4 أون فرونسي أونتور لي ملتيبل دو 4. غادي ندورو على مضاعفات العدد 4، مضاعفات العدد 4. باش نحدو مضاعفات العدد 4 كنشوفو واش هاد الأعداد هادو كتقبل القسمة على 4 ولا لا، يعني كنمشيو آخر عدد. لأن عندي 42، 42 واش يمكن نضرب 4 في شي عدد؟ 4 في 10 40، 4 في 11 44. إذن هنا لا، هذا ماشي مضاعف للعدد 4، صافي. ندوزو لهنا 2004، نشوفو غير هنايا 4 كي تعتبر مضاعف لأربعة. لماذا؟ لأنه 4 في 1 يساوي 4. إذن هذا غندورو عليه. 7788، إذن 88 واش كتكتب على شكل 4 في شي عدد؟ ممكن، نعم، 4 في 22، 4 في 22 يساوي 88. إذا كان 88 كتقبل القسمة على 4، فبالتالي هذا العدد هذا كله كيقبل القسمة على 4. شوفوا هنا 6680، غنشوفوا بطبيعة الحال الوحدات والعشرات. إذن 80 واش كتكتب على 4 في شي عدد؟ نعم، 4 في 20، إذن هذا تا هو. 732، شوفوا 32، 32 هي 8 في 4 وبالتالي صحيح. هنا 416، نشوفوا هي 16 هي 4 في 4 وبالتالي يقبل القسمة على 4، و 416 هو مضاعف ل 4، صافي. السؤال 5، اون كادر لي ملتيبل دو 3، يعني غادي نأطرو مضاعفات ديال العدد 3. مضاعفات ديال العدد 3 هما نشوفوهم واش كيقبلوا القسمة على 3. إذا كانوا كيقبلوا القسمة على 3 فإنهم مضاعفات للعدد 3، صافي. تساوي 30، خصنا نجمعوها. 9 زائد 3 12، 12 واش كتقبل القسمة على 3؟ إذا هي 3 في 4، نعم. أون كادر هي 63، 3 زائد 6 9. إذا 9 كتقبل القسمة على 3 وبالتالي 63 كاملة كتقبل القسمة على 3. 90، 0 زائد 9 9، إذا كتقبل القسمة على 3. 3 زائد 8 11، 11 ما كاينش شي عدد غنضربو في 3 يعطيني 11، إذا هذه 120. 1 زائد 2 زائد 0 3، نعم يمكن اعتبارها كذلك. 1 زائد 3 4 زائد 1 5، هذه ماشي مضاعفة للعدد 3، صافي. ندوزو الآن للمجال الرئيسي رقم 2 وهو أنشطة القياس. ندوزو الآن لأنشطة القياس، إذن أحول إلى الوحدة المطلوبة. 41 هكتومتر 3 ديكامتر، نحولها لهكتومتر. غنحتاجو باش نمزو هاد العمليات غنحتاجو جداول تحويلات، صافي. إذا نبداو غنستعملو هاد الجداول، هادو عندي مكتوبين هنايا، جدول وحدات قياس الكتل، الأطوال، المساحة. إذا عندي مرسومين، غنحاول نبدا بالتحويل الأول. التحويل الأول عندي 41 هكتومتر 3 ديكامتر، شحال فيها من هكتومتر؟ إذا 41، لأننا نستعملو بطبيعة الحال قياس الأطوال. هكتومتر 41، إذا وحدات هنا 41، 41 هكتومتر و 3 ديكامتر. فين 3 ديكامتر؟ 3 ديكامتر نكتبها هنايا. اذا هذه غنحولها لهكتومتر، ديجا هي هكتومتر، وهذه غنحولها لهكتومتر. غندير 0.3 وغادي نجمع هنا 3 ونزيل الفاصله 1،
أربعة هي 41.3، إذن 41.3 هكتومتر. صافي، ندوزو 230 كيلومتر، شحال فيها من متر؟ 230 كيلومتر، إذن صفر، نكتب صفر هنايا، وبطبيعة الحال ثلاثة وجوج غادي يكونوا مكتوبين برا. 230 ماذا؟ كيلومتر، ياك غنحولها لماذا؟ نحولها إلى المتر، فين هو المتر؟ المتر هو هذا، إذن صفر صفر صفر، غنزيد ثلاثة ديال الأصفار، إذن 2 3 0، ونزيد ثلاثة ديال الأصفار، وغنكون حولتها إلى المتر. ندوزو الآن باش نحولو باستعمال جدول وحدات القياس الكتل. عندي 13 طن، ها هي نكتبها هنايا، 13، 13 طن، شحال فيها من ديكاغرام؟ ديكاغرام هي هادي، صفر 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 ديكاغرام، ياك 3.5 كيلوغرام، غنمثلو 3.5، ها هي 3.5 كيلوغرام، لأن غنحولها كذلك، غنحولها لديكاغرام، نحيد هاد الفاصلة ونزيد الصفر، ومن تما نجمع. إذا صفر 5 3 0 0 3 1، إذا هذا العدد هو 1,300,350 ديكاغرام. صافي، ديكاغرام، إذا 1,300,350 ديكاغرام. ندوزو الآن 2.7 غرام، 2.7، 2.7 غرام، غنحولها إلى ديكاغرام، أو لا ديسيغرام، باردون ديسيغرام، يعني غنزول غير الفاصلة هذه وتبقى 27، 27 هي 27 ديسيغرام. نزول آخر تحويل اللي هو خاص بالمساحة، 89 ديسيمتر مربع، 1.5 متر مربع، شحال فيها من متر مربع؟ إذا 89، غنستعملو جدول وحدات قياس المساحة، 89 ديسيمتر مربع، هاي 89، إذا الوحدات هنايا 9 8 10، نحولوها لأين؟ قلنا المتر مربع، متر مربع هنا، إذا كنحولو إلى المتر مربع، إلى الوحدات المتر مربع. صافي، ندوزو الآن 1.5 متر مربع، ها هي 1.5 متر مربع، تبقى هي هي، لأنه أصلا غنحولو للمتر مربع. تعال نجمع هنا، 9 8 زائد 5 13، اكتبوا 3 واحتفظوا بواحد، انزلوا الفاصلة، 1 زائد 1 2، وتصبح 2.39. صافي، 2.39، إذا 2.39 متر مربع. مزيان، سالينا من التحويلات، غندوزو المجال الرئيسي الثالث وهو مجال الهندسة، وغادي نحاولو نرسمو جوج ديال الأشكال، مثلث أ بي سي ومتوازي الأضلاع أ بي سي دي. تابعوا معي، أنشئ مثلثا أ بي سي بحيث القياسات أ بي 4 سنتيمتر، بي سي 3 سنتيمتر، و أس 4 سنتيمتر. صافي، طبيعة الحال غنستعملو الأدوات الهندسية، ومن بين هاد الأدوات الهندسية غنستعملو مسطرة. أولا غنبداو برسم أ بي، شحال فيها؟ 4 سنتيمتر، غنعبرو 4 سنتيمتر، تان هنا 4 سنتيمتر، إذا أ بي 4 سنتيمتر، نحذفوا هذه الزياده هذه. ندوزو الان باش نرسموا باقي الاضلاع بي سي و اسي، واش غنرسمهم بالمسطره هكا؟ غنحاول نرسمهم بكل سهوله، غنستعمل البرقر. صافي، لانه هنا ما عطاونيش الزوايا باش نستعمل المنقاله ولا شي حاجه، عطاوني فقط القياسات، يعني نستعمل البرقر، نحاول نستعمل البرقر. البرقر هو هذا، غادي ندير بطبيعه الحال في الفتحه ديال البرقر، اذا عندي واحد المسطره هنا مدرجه جات مع البرقر، نحسبوا بها القياسات. اذا شحال عندي القياس هنايا؟ خصني بي سي 3 سنتيمتر، هاي بي سي 3 سنتيمتر، ها هي 3 سنتيمتر، ندير الشوكه في بي، ياك، وندير قوس. الان ا سي 4 سنتيمتر، نعبر عاوتاني 4 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، ونمشي ن ا، وندير الشوكه في ا، وندير قوس ديالي. صافي، انا قوس حصلت على هنايا نقطه، وهي النقطه الثالثه في المثلث. صافي، النقطة الثالثة غنحاول نصلها مع بي و سي، إذا هذه هي سي. صافي، نصلها مع بي و أ، إذن هكذا، وهنا هكذا، إذا هنا عندي 4 سنتيمتر، هنا 3 سنتيمتر، وهنا كذلك 4 سنتيمتر، وغنكون انتهت. غندوزو الآن لأنشئ متوازي أضلاع أ بي سي دي، بحيث لأن متوازي الأضلاع توا عندو تقنيات خاصة ديالو. إذا عندنا أ بي 4 سنتيمتر، أ دي 3 سنتيمتر، والزاوية دي أ بي 45 درجة. نبداو برسم أ بي، أ بي شحال؟ 4 سنتيمتر، هاهي 4 دي 4 سنتيمتر، إذا هنا
عندنا ا بي 4 سنتيمتر، صافي ا بي 4 سنتيمتر. اول شيء غادي نبدا به، من بعد غادي نبدا بالزاويه، ماشي بهاد ا دي، صافي. نبداو بالزاويه، لان الزاويه ا، هاد الزاويه ا دي، دي غتكون هنا دي ا بي 45 درجه. وغنستعمل المنقاله بطبيعه الحال، المنقاله هي هذه، غنحاول نستعملها بطبيعه الحال. غنديرو مركز المنقلة على ماذا؟ على رأس الزاوية، والضلع الحامل للمنقلة على الضلع الحامل للزاوية، هكذا تماما. وديك الساعات غندير شحال ديال القياس؟ 45 درجة، 0 10 20 30 40 45 هنا، وغادي نحاول نصل، ولكن ماشي بالضرورة يكون الضلع قد هكا. علاش؟ لأنه فرام أدي خصو يكون فيه 3 سنتيمتر، ديك الساعات غادي نعبر 3 سنتيمتر هنا، عاد ندير النقطة ديال السي. شحال قلنا؟ 3 سنتيمتر. إذا 3 سنتيمتر هي هذه، غادي نبقى هنايا هنا، إذا هنا هذه النقطة سي، فهاد الزيادة هذه غنمسحها. دابا غنستعملو البركار باش نرسمو النقطة الرابعة ديال متوازي الأضلاع، صافي. كيفاش؟ غنشوفو ها البركار ديالي، غادي نعبر من أ لبي هكذا، ونمشي ونوضع الشوكة في السي، وندير قوس. دابا عاوتاني غادي نمشي نوضع الشوكة في أ ونديها لسي كذا، ونمشي نوضع الشوكة ديالي في بي وندير قوس. قوس غادي نحصل على ماذا؟ غنحصل على نقطة، وهي النقطة الرابعة ديالاش؟ ديال متوازي الأضلاع أ بي سي دي. إذا هذه هي النقطة دي، وغادي نصلها مع النقط الأخرى باش نحصل على متوازي الأضلاع هكذا وهكذا. غير هنا إذا كانت هنا 4 سنتيمتر، كذلك هنا 4 سنتيمتر، وإذا كانت هنا 3 سنتيمتر، فإن هنايا 3 سنتيمتر، لأنه من بين مميزات متوازي الأضلاع أن عنده الأضلاع المتقابلة متوازية ومتقايسة، وكذلك الزوايا المتقابلة متقايسة. يعني هنا إذا كانت عندنا 45 درجة، فكذلك هنا عندي 45 درجة، صافي. إذا 45 زائد 45 يساوي 90. 45 هنا 45، نفس الشيء هنايا، نفس القياس. انا عندي في الزاويه سي والزاويه بي، ومجموع قياسات زوايا متوازي الاضلاع ولا جميع الرباعيات، مجموع الزوايا ديالها يساوي 360. خليتكم على خير، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.